الموضوع التاني الحقيقة موضوع برضو بنتكلم فيه كلنا في بيوتنا اليومين دول، اليومين دول الجو زي ما بيقولوا جو عاية، بنقول عليه جو عاية، اللي هو ايه، اللي هو انا الصبح حران وبالليل بردان وساعات كل طول اليوم مطره رعد وبرد، وبعدين تاني يوم نلاقي الجو مشمس ولطيف جدا ونبتدي نخفف وننتقل وحاجات كده. فيعني موضوع الارصاد قلقنا، والارصاد نفسها بتحذر من تقلبات الاربع ايام الجايين. تعالوا نعرف مع بعض اكتر من الاستاذ محمود شاهين مدير اداره التنبؤات الجويه بالارصاد والهيئه العربيه هيئه الارصاد. فعايزين نعرف اكتر عن الموضوع ده يا فندم، الاربع ايام الجايين احوالنا ايه فيهم؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. احنا طبعا وفقا للبيان اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه، ايوه احنا داخلين على حاله استقرار مش عدم استقرار. طب الحمد لله، يعني الاربع ايام الجايين دول تمام في استقرار باذن الله؟ استقرار في الاحوال الجويه برضه زي ما حضرتك ما انا قلت في البدايه، تمام، نلاقي زياده في فترات ارتفاع اشعه الشمس خلال فترات النهار وسقف شديد البروده في فترات الليل. فجو العاية ده بيخلينا نلتزم وما نخففش الملابس خالص، تمام، لغايه ما ينتهي فصل الشتاء بامان ونبدا نعلن عن بدايه فصل الربيع اللي هو متوقع ليه او منتظر ليه جغرافيا 21 مارس باذن الله. ايوه بدايه فصل هو بقى الربيع. فصل الزوابع والاتربه بالظبط. طبعا هو بيبقى فصل تقلبات جويه وتغيرات حاده وسريعه في حاله الطقس. ده بيتطلب مننا استمرار متابعه النشرات الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه بشكل يومي، تمام. اما خلال الايام القادمه فزي ما قلت لحضرتك اجواء مستقره، ممكن تكون في بعض الامطار الخفيفه على مناطق متفرقه من شمال البلاد سواء سواحلنا الشماليه الوجه البحري القاهره، ولكن امطار خفيفه على مناطق متفرقه وعلى فترات متقطعه، تمام. فممكن نلاقي الاجواء مستقره بشكل كبير. طب الحمد لله. هي حضرتك هي الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره خلال فتره الاستقرار، اوكي، بتقلل الرؤيه شويه على الطريق سواء طريق سريع او طريق زراعي، بالذات الزراعي مسطحات مائيه بيقل مستوى الرؤيه الافقيه، وده اللي بيخلينا دايما بنقول للساده المواطنين بقدر الامكان القياده بهدوء شديد على هذه الطرق اثناء فتره تكون الشمس. تمام يا فندم، بنشكر حضرتك الف شكر، يعني كده اطمنا على الاقل عن الجو. الحمد لله مش زي ما قرينا في بعض المواقع ان في عندنا اربع ايام الجو وحش جدا، فالحمد لله. طيب نرجع بقى لموضوع حلقتنا وهو موضوع الصداقة. الصداقة موضوع مهم جدا جدا جدا. تعالوا نروح مع بعض الفاصل ونرجع تاني مع دكتورة أمل محسن ونشوف إيه هو مفهوم الصداقة.